بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف السادس جريد 6. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نراجع الاختبار القصير الأول لمادة اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني. وفي هذا الاختبار القصير الأول سيكون سؤال الاختبار عن مهارتين، المهارة الأولى listening الاستماع، والمهارة الثانية reading قراءة. مهارة الاستماع يوجد عليها سؤالان، و listening 1 listening 2، و reading كذلك سؤالين reading 1 and reading 2. كما تلاحظون الآن هنا سؤال listening 1 الاستماع الأول يتكون من 5 جمل. look here we have 5 sentences 1 2 3 4 and 5. الآن هذه الجمل تكون الإجابة عليها إما true أو false، ومعنى true إجابة صحيحة. إذا لاحظوا هنا true يعني صح، و false معناها ماذا؟ معنى false خطأ. وبذلك أعزائي الطلبة لا يجب عليكم أن تبدلوا الإجابات، يعني إذا كانت الإجابة الصحيحة true وإذا اخترت أنت false فهذه تعتبر إجابة خاطئة. كذلك إذا اختار الطالب مثلا على سبيل المثال مثلا هنا نور eats chicken، نور تأكل الدجاج ساندويتش، دجاج الساندويتش الدجاج every day كل يوم. لو اختار الطالب إجابة true وfalse يعني اختار إجابتين الإجابة خاطئة. وأيضا لو اختار الطالب مثلا false مكان true أو true مكان false تعتبر إجابة خاطئة. الآن نقرأ السؤال. you are going to hear 5 short texts، إذا سوف تستمعون إلى 5 جمل قصيرة. for 5 short texts، for each text لكل نص there is one statement، يوجد جملة هذه تسمى statement 1 2 3 and so. is each statement، هل كل جملة true صحيحة أو false خاطئة؟ listen and answer. وتضللون هنا تضليل بمكان الإجابة، يعني إذا كانت الجملة الأولى صحيحة تختارون هنا تضللون true، وإذا كانت الإجابة false خاطئة تضللون هنا false. الآن سوف أقرأ الاستماع، لكن قبل أن تجيبوا على هذه الأسئلة، أسئلة الاستماع، عليكم أولا أعزائي الطلبة أن تقرأوا الجمل جيدا، يعني اقرأوا هذه الجمل بشكل جيد وافهموا واعرفوا ما معاني الكلمات حتى تجيبوا إجابة صحيحة. مثلا هنا نمبر 1 نور eats chicken sandwich، تأكل نور ساندويتش الدجاج كل يوم every day. الآن استمعوا وضعوا الإجابة الصحيحة قبل أن نجيب عليها مع بعض. نمبر 1 نور eats sandwich of hot dog every day. Her eating habits are unhealthy. إذا هل الإجابة صحيحة أو لا؟ نعم، نحن قلنا every day، إذا الإجابة تكون true. Now number 2 ناصر is from Oman. ناصر من عمان. Now listen and answer. ناصر is 9 years old. He lives in a small house in Oman. He has 2 brothers and 1 sister. إذا الإجابة تكون أيضا true لأن قلنا في الاستماع he lives in Oman. Number 3 فيصل goes to school at 6 o'clock. يذهب فيصل goes معناها يذهب إلى المدرسة الساعة 6:00. Now listen. Number 3 فيصل goes to school at 6 o'clock in the morning. He does his homework, then he plays football with his friends. So the answer here is true لأن في الجملة التي قلناها يذهب إلى المدرسة الساعة 6:00. 6 o'clock. Number 4 Ali found a cat under the seashell. Ali found وجد a cat under the seashell. Now listen. Number 4 Ali went for a walk to the beach. He saw a bird was stuck under the shell. The seashell was heavy for him. Ali helped the bird fly away. إذا هل ساعد علي قطة cat؟ الإجابة خاطئة false. لماذا؟ لأن في النص الاستماع كانت الإجابة هي bird طائر وليس cat. إذا الإجابة لاحظوا هنا اخترنا false إجابة خاطئة number 4. Now number 5 أحمد took 7 photographs for سحار فورت. فورت معناها قلعة أو حصن سحار، وهنا took يعني التقط 7 صور. Now listen. 5
Last week, Ahmed visited Suhar Fort. It was really nice. He took 7 photographs for Suhar Fort. إذا قلنا في نص الاستماع 7 photographs، إذا الإجابة تكون true. إذا هنا الإجابة 4 إجابات كانت الإجابة true صحيحة، وإجابة واحدة false. نأتي الآن إلى السؤال الثاني. أيضا السؤال الثاني هو عبارة عن listening استماع، وأيضا 5 جمل. هنا أعزائي الطلبة ركزوا في الاستماع جيدا، لأن هنا لن يقول لكم number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 كما في السؤال الأول، لا، وإنما يقرأ قصة كاملة وعليكم أن تعرفوا الإجابة. طبعا لاحظوا هنا You are going to hear a text. سوف تستمع إلى نص about خالد and his family. خالد وعائلته. Listen and for each item shade in the bubble. يعني ظلل في البابلز. هذه تسمى bubble. الدوائر هذه الكروية. الآن نختار الإجابة الصحيحة فقط. لو اختار الطالب إجابتان. مثلا لاحظ السؤال الأول. Question one. The family went to Egypt last. ذهبت العائلة إلى مصر last week. summer holiday month. لو اختار الطالب اجابتين، لو قال week and summer holiday، ظلل هنا وظلل هنا، فتعتبر اجابة خاطئة ولو كانت اجابة واحدة منهما صحيحة. لذلك عليك عزيزي الطالب ان تختار اجابة واحدة فقط. وحتى لا نطيل طبعا عليكم ان تقرأوا ايضا الاسئلة قبل البدء في اجابة هذا النوع من السؤال. اقرأوا الاسئلة جيدا. مثلا the trip، الرحلة، took hours، هل استمرت الرحلة 5 hours، 5 ساعات، 3 hours، 3 ساعات، 10 hours، 3 ساعات. هذا تسمعونه أعزائي في نص الاستماع عندما يقرأه المعلم أو من المسجل في المدرسة. إذا هذا النوع من الأسئلة. عندك 5 أسئلة، كل سؤال يوجد لديه 3 خيارات، تختار إجابة واحدة فقط وهي الإجابة التي تفهمها أو تسمعها. الآن السؤال الثاني يكون reading one، يكون عندنا مجموعة من الصور ونريد أن نطابق هذه الصور مع ماذا؟ مع الكلام الموجود هنا. لاحظوا 1 2 3 4 5 هذه 5 جمل، وهنا عندنا 6 pictures، 6 صور، يوجد صورة واحدة زيادة. الآن لاحظوا هنا match يعني طابق، the texts، texts معناها النص والكلام هذا، ولاحظوا هنا text مع ماذا؟ مع pictures الصور. نقرأ ونبحث عن كلمات لها علاقة بالصور. Number one, I'm in grade 6. أنا في الصف السادس. Yesterday we started a new unit called The World of Food. It talks about foods around the world. لاحظوا هنا food يتكلم عن food، طعام، و picture أيضا if يوجد فيها ماذا؟ food، طعام. لذلك الإجابة ستكون if، picture if. إذا number one if this is the answer. Now number two, I went on a trip. ذهبت في رحلة. With my family we went to the beach. ذهبنا إلى الشاطئ. We had our lunch there. تناولنا الغداء هناك. لاحظوا which picture. This is the picture. Family, they are sitting at the beach. يجلسون على الشاطئ ويتناولون الطعام. So the answer is A. Number two is A. Now number three. مها is from Oman. She gets up at 6 o'clock and eats her breakfast. لاحظوا breakfast، وجبة الإفطار. At half past 7، الساعة 7:30. Now look at the pictures again. Look here. مها is eating. إذن هي تتناول طعام الإفطار، وكذلك هنا لاحظوا الساعة 7:30. إذن الإجابة number 4، الإجابة هي number 3، الإجابة هي D. نأتي هنا إلى D ونختار الإجابة. Now number four, the class was great. الدرس كان رائعا. The teacher asked us to sit groups in groups and write story. إذا لاحظ عندنا كلمة teacher، كلمة groups مجموعات، وكلمة أيضا class. بالتالي تكون الإجابة هي picture C. لاحظ هنا يوجد طلاب ويوجد groups مجموعات. إذا the answer for number four is C. إذا number four the answer is C. Now number 5, it is sunny day. يوم sunny، مشمس. The sun، لاحظوا أيضا كلمة sun، is shining، مشعة. I went to the beach، ذهبت إلى الشاطئ. And played volleyball with my friends. إذا لاحظوا هنا نريد أن نركز على volleyball. This picture E.
They are playing what volleyball on the beach, and also here we have the sun is shiny. So the answer is E. The answer for number five is E. This is E for number five. وبهذا يكون انتهى السؤال الريدنج الأول، القراءة الأول. نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني هو عبارة عن نص فقرة، قد يكون إيميل. لاحظوا هنا يوجد معنا إيميل. لاحظوا بعد الإيميل دائما يكتب هنا بعد دير، يكتب اسم المستلم الذي يستلم الرسالة، دير فاطمة. وآخر الإيميل الشخص الذي أرسل الرسالة، ريم هي التي كتبت وأرسلت هذه الرسالة. انظروا إلى السؤال الأول. هو يجب عليكم أيضا أن تعرفوا أعزائي الطلبة ما معنى هذه الـ WH questions، معنى الأسئلة، هذه الكلمات التي نسأل عنها. هو معناها من، هو is the email from، من من الإيميل، من الذي أرسل الإيميل. قلنا قبل قليل ريم. لماذا؟ لأن الشخص الذي يكتب الإيميل يكتب اسمه، يرسل الإيميل يكتب اسمه في الأسفل. إذا الإجابة هنا تكون ريم. إذا ريم is the answer. Now question 2. How، ما معنى how؟ how كيف؟ how does ريم go to school؟ كيف تذهب ريم إلى المدرسة؟ نبحث عن هذه الكلمات الموجودة هنا في الفقرة. لاحظوا go to school، نبحث عنها. لاحظوا look here. I'm a student in grade 6. هي طالب في الصف السادس. I am happy because my school. لاحظوا وجدنا هنا school is near my house. So every morning I go to school. لاحظوا go to school. وهنا أيضا في السؤال كان معنى go to school. إذا الإجابة تكون هنا on foot، يعني تذهب سيرا على الأقدام. إذا الإجابة the answer is on foot. Now question 3. What، ما معنى what؟ what معناها ماذا؟ what ماذا؟ what is her favorite school subject؟ المادة المفضلة في المدرسة. أيضا نبحث عن هذا الكلام في الفقرة السابقة favorite school subject. Let's go back، نرجع إلى النص. لاحظوا معي هنا look here we have what school subject favorite subject. ماذا تقول هي؟ I study many subjects، أدرس مواد عديدة. There but my favorite subject is English. إذن الإجابة هي English. إذن this is the answer. الإجابة is English. Now we will write the answer here. It is English. Question 9. When، ومعنى when متى. إذا احفظوا هذه أدوات الأسئلة. When does she write her homework؟ متى تكتب homework الواجب؟ نبحث أيضا في النص وفي الإيميل عن كلمة homework. لاحظوا look here we have homework. Here she is I rest for 1 hour، أرتاح لمدة ساعة. Before I start doing، قبل أن أبدأ بعمل الواجب. حل الواجب at 4 o'clock. So at 4 o'clock the answer is 4 o'clock. Now question 10. أيضا بدأ السؤال بأداة السؤال what، يعني ماذا. What is her favorite food؟ طعامها المفضل. أيضا ابحثوا عن favorite food في الإيميل. Let's go back. Favorite food as we say، كما نرى هنا favorite food. This is favorite food. إذن الإجابة بعدها. إذن هي تقول my favorite food، طعامي المفضل is pizza. My favorite food is pizza and pasta. So this is the answer. This is the answer. Pizza and pasta. Now we will write the answer here. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من شرح الاختبار وحل التمرينات. ويأتي فقط في الاختبار القصير الأول سؤالين استماع وسؤالين في الريدنج، لا يأتي قواعد أو كتابة رايتنج، وإنما تأتي في الاختبار القصير الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.